من أكتر الحاجات اللي بتشد أي ست وتلفت انتباهها الاهتمام، ومش أي اهتمام، لا، الاهتمام بالتفاصيل. تحب دايما أن الراجل اللي معاها يهتم بأدق التفاصيل. مثلا تحب أنك تاخد بالك من لون شعرها، نوع البرفيوم أو نوع الإسبريه اللي بتستخدمه، أو الألوان المفضلة بالنسبة لها، عن توريخ المراحل الانتقالية اللي في حياتكم، أول مرة شفتها، أول مرة كلمتها، أول مرة قلت لها بحبك، كان إمتى وفين وإزاي، وكانت لابسة إيه، وكان إحساسك إيه وقتها. كل الحاجات دي أمثلة بسيطة للي بيدور جوا بال الست، واللي تحب دايما إن يكون شريك حياتها واخد باله كويس قوي من أدق التفاصيل دي. ولو اتسأل ولا مخدش باله ولا نسي، تبقى ليلته إيه؟ طبعا كلنا عارفين لونها، وبكده الراجل يبقى اتحط في خانة اليك، وبقى في قائمة البلاك ليست، وحواليه 1000 علامة استفهام. ده ما بقاش يهتم، ده أكيد في حد شاغل باله، ده ما بقاش يحبني، وخد بقى عندك كلام كتير من هذا القبيل. ده أنا ليا واحد صاحبي دخل للبيت في مرة، ودخل أخد دش واتغدى وشرب كوباية الشاي، فمراته بصت له وقالت له: ومش واخد بالك من حاجة؟ فصاحبي رد عليها بمنتهى السذاجة وقال لها: لا والله مش واخد بالي. حاجة إيه؟ قالت له: بص حواليك. صاحبي عيني حب يجود وقال لها بضحكة خفيفة كده: غيرتي لون شعرك يا حبيبتي صح؟ حلو جدا. ردت عليه بابتسامة وقالت له: لا أنا مغيرتش لون شعري على فكرة. رد بكسوف كده وحب يجود أكتر، قال لها: يبقى الطقم اللي أنت لابساه ده جديد، شيك قوي عليكي، يجنن. قالت له بغيظ: الطقم ده على فكرة أنا جايباه من الصيف اللي فات، ويمكن بقاله سنة معايا. صاحبي حس إنه اتزنق فحب يهرب ولسه هيقلب وشه، راحت قالت له: هو أنت مش واخد بالك إن الركنة اللي أنت قاعد عليها دي كانت في الأوضة، والتلفزيون اللي معاك بتتفرج عليه برضه كان في الأوضة، والسفرة اللي أنت اتغديت عليها وكلت ومليت بطنك ما خدتش بالك إنها كانت عند النجار بتتصلح بقالها شهر ولسه جاية النهاردة، والترابيزة اللي أنت حاطط عليها رجلك مش كانت في المطبخ وأنا شلتها على قلبي وطلعتها لحد هنا علشان أحط لك الشاي عليها؟ مش حاسس إن نظام الشقة كله اتغير؟ طبعا صاحبي بيقول لي: أنا كنت قاعد وبقول بيني وبين نفسي: يا أرض انشقي وبلعيني. بصيت حواليا فعلا لقيت نظام الشقة كله اتغير، ورغم كده ولا حسيت ولا حتى هي كان باين عليها. بيقول لي: طبعا حاولت أضحك عليها بكلمتين وهي فاهمة بس عدت. وده والله مش تقليل من شأن المشاعر الطيبة اللي الست بتحملها، اللي أكيد إحنا كرجالة بنقدرها وكمان لازم ناخد بالنا منها، لكن الموضوع بالنسبة للراجل أعمق من كده بكتير. وفي جانب في حياة الراجل محدش واخد باله منه، جانب مخفي عن عيون الكل، جانب مليان دوشة ولخبطة ولوغاريتمات معقدة. لو فتحت عقل الراجل والله هتتخضي حرفيا، هتتخضي من كم التفاصيل اللي كتير شايلها جوه قلبه ومكمل وساكت، لا عايز يحملك هم ولا عايز يشيلك مسؤولية زيادة. الراجل في طحونة ما يعلم بيها لربنا، حامل همك وهم العيال، حامل هم المصاريف والمستقبل واللقمة الحلال اللي هتاكلوها سوا، الشيلة الكبيرة اللي على كتفه، عايز يكفي بيته، مش عايز عياله يبصوا برا، عايز يكفيكي ويشوفك أحسن واحدة في الدنيا، عايز يأمنكم ويطمن عليكم، لأن العمر مش مضمون، الحياة دلوقتي بقت مكلفة، والجنيه بقى بيجي بالطيلة، والسوشيال ميديا فتحت عيون العيال على حاجات إحنا ما تربناش عليها، والطلبات بتزيد، والعيال بتكبر، والمسؤولية بتكبر معاهم، والرجالة ظهرها انحنى علشان توفر اللقمة. والله العظيم بقى الرجالة بتكلم نفسها في الشارع. في مرة لقيت راجل معدي في الشارع ومعطل السكة، والعربيات عمالة تضرب له في كلاكسات، واللي يطلع يشتمه ويهينه، والراجل ماشي في ملكوت تاني خالص، سرحان لا سامع ولا شايف، مش حاسس أصلا، هو في دنيا تانية، دنيا مليانة حكايات وروايات، بنته اللي هتتجوز بعد كام شهر ولسه مجهزهاش، مصاريف المدرسة والمدرسين اللي بيحوشها بقاله فترة، والدروس اللي مش عارف هجيب فلوسها منين، ابنه اللي نفسه في موبايل جديد زي زمايله بس ما باليد حيلة، فلوس إيجار الشقة، الشغل ومشاكله وغيره وغيره. والراجل هو المسؤول الوحيد في توفير كل ده، هو اللي سايق المركب ومسؤول عن سلامة اللي فيها، ولو قصر شوية ولا تعب هيكون متخاذل ومش قد المسؤولية. معادلة صعبة جدا إن الراجل عقله يستوعب كل ده، وفي نفس اللحظة يدخل البيت واخد باله من أدق التفاصيل. هو مش بيدلع والله، ولا حتى مهمل في حقك،
بس حقيقي عينه مش جايباه، مش شايف اصلا، مش قاصد يضايقك يعني. هو بيحاول يرمي همومه بره باب البيت قبل ما يدخل، بس صدقيني صعب. ودي مش حجة ولا حتى مبررات فارغة، بس أنا بكلمك من أرض الواقع. لكن في النهاية نوعدكم إن إحنا هنحاول نركز أكتر ونهتم، بس أنتوا كمان ياريت تعذرونا. تعالوا نسمع الرسالة. السلام عليكم يا محمد. أنا عشت مع جوزي 15 سنة، خلفت منه 3 بنات، كنا عايشين حياة جميلة، كان بيجيب لنا كل حاجة نفسنا فيها وبيفسحنا في أحلى الأماكن، كنت بحبه جدا. بس الحب ده بدأ يتغير واحدة واحدة. كان بيقعد في الشغل 8 ساعات ويجي يكمل في البيت شغل، كانش بيهتم بيا ولا حتى يهتم ان هو يقول لي اي كلمة حلوة. كل ما كنت اكلمه يقول لي معلش اصلا انا مش فاضي، انا طالع عيني في الشغل، وانا يعني بعمل كل ده لمين؟ ما هو عشانك انت والبنات. بس انا بصراحة يا محمد ما كانش فارق معايا اي حاجة، لا فلوس ولا غيره، انا بس كان نفسي ان هو يهتم بيا. حصل مشاكل كتير بينه وبينه، وفي النهاية اتطلقنا. بعدها بفترة اتعلقت بواحد تاني، مش عايزة اقولك، عوضني عن كل لحظة عشتها مع ابو البنات، كلام حلو وحنان واهتمام وخروج. بس للأسف بعد اول شهر من الجواز كل ده راح. اكتشفت بقى ان هو ايده ناشفة، مش عايزة اقول ان هو بخيل، بس هقول ان هو حريص، كل حاجة عنده بالورقة والقلم. طبعا انا مش مستحملة العيشة بالشكل ده، والمشاكل بقت كتيرة جدا بيننا وبين بعض، وعلى طول قالب وشه. طلبت منه ان انا اشتغل عشان اساعده، رفض. انا مش عارفة اعمل ايه يا محمد، يعني انا لو خدت القرار ان انا اتطلق للمرة التانية الناس هتقول عليا ايه؟ خليني في البداية أقول إني مبسوط قوي من صراحتك، ومبسوط إنك بتعترفي بفضل أبو بناتك في الفترة اللي كنتوا فيها مع بعض. وده بيفكرني بالآية الكريمة اللي بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وإنت ست أصيلة بتعترفي بالفضل ده. إنت قلتي في كلامك إن الفلوس ما كانتش فارقة معاكي، واللي كان فارق معاكي الاهتمام. طيب فين المشكلة؟ ربنا أخذ منك اللي ما كانش عاجبك ورزقك باللي كان نفسك فيه، أخذ منك اللي كان معيشكوا حياة كريمة، واللي كان بيفسحكوا في أحسن الأماكن، وإدالك طلبك، إدالك اللي كلامه حلو، اللي بيهتم بيكي، وده اللي أنت كنت بتتمنيه. قلتي مش مهم الفلوس، والأهم الاهتمام. ناس كتير فاهمة الحياة الزوجية غلط. شريك الحياة مش فستان ولا تيشيرت هيتفصل على مقاسك بالملي. أصل الحياة الزوجية الاختلاف، إحنا مختلفين علشان نكمل بعض. ومش قصدي هنا اختلاف الجوهر والمعدن والأصل، أنا أقصد اختلاف الآراء، الأذواق ممكن، وجهات النظر. ومع الوقت والتفاهم والعشرة بيطبعوا على بعض، بيبقوا الاتنين واحد، بيختلفوا لكن في النهاية بيكملوا بعض. وإحنا اتخلقنا وكل واحد فينا حتة ناقصة، وبندور طول الوقت على اللي يكملها، ولو معرفش يكملها على الأقل يداريها ويدويها. هو مش بيهتم لكنه سخي وبيحبك ومعيشك أحسن عيشة. طيب هو بيهتم جدا لكنه بخيل وبيحسبها بالنكلة. طب بيحبني جدا وبيغير قوي لكنه شكاك. هي زي القمر لكن عصبية، هي دمها خفيف لكن مليانة شوية، هو عصبي بس حنين. وهي الحياة كده، مفيش حد كامل، لكن في حد بيدور على النص اللي يكمله، بيدور على النص اللي يجمله ويتحمله، حد بيبص بعين الرضا، راضي باسمته وبنصيبه، عرف يتعايش مع العيوب وبيحاول يحسن ويعالج. حد بيبص لنص الكوباية المليان، مش بيبص على البق اللي ناقص. أنا مقدرش أقولك اتطلقي، لكن أقدر أقولك حتى لو اتطلقتي
هتروحي تدوري على حد تفصيل بالملي، هتدوري على حد كامل، لكن في النهاية مش هتلاقي، لأن الكمال لله وحده، وإن البشر اتخلقوا فيهم حتة ناقصة، وده سر استمرارية الحياة وسر السعي المستمر. فيا رب رزقنا باللي يتحمل النقص فينا ويجمله ويحليه ويكمل معانا المشوار لآخر العمر. استنونا. واحد بيحكي لي وبيقول لي: كنت قاعد في يوم لقيت ابني دخل عليا وبيقول لي: بص يا بابا، الايس كريم ده طعمه جميل قوي. قلت له: الف هنا يا حبيبي. قال لي: تعرف بكام؟ قلت له: بكام؟ قال لي: بثلاثة جنيه. قلت له: بثلاثة جنيه ازاي يا حبيبي؟ وانا وانت بنجيبه على طول بخمسة جنيه. قال لي: ما هو الراجل تقريبا اتلخبط ورجع لي 2 جنيه. سألته: وانت عارف انه هو اتلخبط وكان اغلى من كده؟ رد وقال لي: ايوه يا بابا. قلت له: طب عملت كده ليه يا حبيبي؟ قال لي: عادي يا بابا، ما حضرتك قلت عادي. قلت له: انا قلت عادي؟ راح صدمني برد غريب. قال لي: يا بابا، مش حضرتك من فترة كنت بتشتري عيش وتحركنا بالعربية ولقيت الراجل حاطط رغيفين زيادة ومشينا ما رجعناش تاني؟ وقلت خلاص عادي ومش مشكلة. بيقول لي: انا عناية برقت، اتصدمت حرفيا، انا فعلا عملت كده. بس وانا راجع من شغلي بعدها حاولت على الراجل وديته فرق الفلوس، لكن ابني ما شافش المشهد ده وعمل زي ما انا عملت بالظبط بدون ما يحس انه غلط، واعتبر ان ده شيء عادي زي ما انا قلت بالظبط. طبعا فهمته غلطه وحكيت له على اللي عملته، صححت له مفاهيمه، بس يوميها ادركت حاجه مهمه جدا: عين ابنك زي الكاميرا، بتسجل لك انت بالذات، بتسجل كل تصرفاتك وبيخزنه جواه وبيتعامل بيه على انه سلوك مظبوط. لذلك خلي بالك من تصرفاتك قدام ابنك، وما تقولش ده طفل مش هيفهم. ابدا والله، ابنك فاهم وواعي وبيقلدك، بيكتسب كل خبراته منك، بياخد القيم والمبادئ في التعاملات منك، حتى طريقه الكلام والالفاظ بياخدها منك. ابنك ما بيشوفش غير الصوره اللي قدامه بس، ما يعرفش تفاصيلها واللي وراها، ولا هيفهم يعني ايه مبررات. فدايما خلي الصوره اللي بتظهر قدامه صوره واضحه، تعمل كل حاجه نافعه تضيف له قيمه، تخليه يفهم، يفهم يعني ايه خير وشر، صح وغلط. وفي نفس الوقت كل حاجه بتثبت في دماغه، لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر مستحيل يتمسح او يروح، وجيل بيسلم جيل، وتلاقي نفسك من موقف واحد بس زرعت قيمه في اجيال انت ما شفتهاش، لكن انت مصدرها الوحيد. لو عرفتوا قيمه اللي بتعملوه مع اولادكم هتعرفوا ان هو ده طريق التربيه اللي يمكن ما تكونوش واخدين بالكم منه، او حتى ما تقصدوش تربوهم كده، لكن ابنك ملاحظ، شايف وفاهم وهقلدك. فحاولوا دايما تاخدوا بالكم انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه قدامهم. والطفل شايف ان دايما اهله ابطال خارقين، وشايفهم ان هم طول الوقت صح، واي تصرف بيترجم ان هو ده الصح حتى لو غلط. الموضوع خطير جدا على فكره، فخلوا بالكم منه وركزوا، وربنا يحفظ لكم ولادكم وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا. خلصت القصه وخلصت الحلقه، اشوفكم على خير والى اللقاء.